تمام. طب دلوقتي ان شاء الله يا شباب هنبدا الجزء الثاني او الانواع الثانيه من البلاطات، البلاطات اللي هي اسمها الهولو بلوك سلاب، هولو بلوك سلاب. والهولو بلوك سلاب دي اللي هو اللي بنسميها بره البلاطات الهوردي، يعني بيقول لك في الاسلوب بره هوردي سلاب. خلاص، هي بلاطات مفرغه، يبقى البلاطات الهولو بلوك سلاب بلاطات مفرغه. طب ايه استخدمنا ليه الهولو بلوك سلاب؟ يعني ايه الفايده من استخدام الهولو بلوك سلاب؟ اول بتقول حاجه ليها الاستبدال فايده، اكتر يعني. لا هي نتيجه، دي شكلها، دي شكل السمك بتاعها، بيجي طبعا نتيجه الاسبان ما بيزيد عن 6 متر، يوصل ل 7 متر، 8 متر، لغايه 9 متر كمان. السوليد سلاب اللي فات دي ما اقدرش استخدمها في اسبانات اكتر من 7 متر، اقصى حاجه ليك 7 متر. ليه؟ كل ما بتزود الاسبان بين الاعمده كل ما الكاميرا الدبس بتاعها بيساوي الاسبان على 10، فبالتالي الدبس بتاعها يزيد. فطبعا الدبس بتاع الكاميرا السقف عندك في البيت دي بيزيد عن 70 سم ما تبقاش كويس. ليه؟ لان انت عندك ارتفاع الدور على سبيل المثال يبقى 3 متر مثلا، وانت عندك بيبان ارتفاع الباب اللي موجود عندك في الشقه بيبقى 2 متر 20، فتبقى لو 3 متر هتبدا انت تلاقي تخش في حسبه ايه، الكاميرا تسد لك الباب، تسد لك الشباك، يعني مش هينفع. فما يفضلش يعني اللي هي تزيد في السوليد سلاب عن 7 متر. فبيجي نوع تاني اسمه الهولو بلوك سلاب. الهولو بلوك سلاب الاسبان بتاعك لما بيزيد بقى عن ممكن تستخدم الهولو بلوك سلاب دي في الاسبانات الكبيره، وبتخفف الوزن بتاع البلاطه. اما الدبس، اما سمك البلاطه بتاعك بيزيد مثلا عن بيوصل ل 20 سم، طب ليه انا احط 20 سم سمك بلاطه فوزنها يبقى عالي وتكلفتها عاليه؟ طب ما انا ممكن في الاماكن اللي فيها مومنت، الاماكن اللي فيها مومنت يعني الخرسانه مش شغاله خلاص، فايه اللي هيحصل؟ قال لك طب ما انا اشيل الجزء ده اللي في الاماكن اللي فيها شد الخرسانه مش شغاله، فاحط مكانها بلوكات خفيفه مفرغه، فبالتالي توفر لي الوزن وتوفر لي خرسانه وهكذا. خلاص، الهولو بلوك سلاب ده هو زي بالظبط زي بالظبط الاسلوب الديزاين بتاعها زي سوليد سلاب، بس بيختلف بحاجات بسيطه بس فيها. خلاص، يعني ازاي تحسب الاوزان بس. والحاجه الثانيه بيبقى فيها بلوكات زي ما هنشوف الشكل اللي قدامي ده، عباره عن ايه، البلاطه كلها ممكن تبقى بالسمك ده كله، كلها سمك واحد. خلاص، بس قال لك لا، طب ما انا افرغها الحته ديت اللي تحت، بدل ما احط دي خرسانه احط بلوكات مفرغه، يعني احط حته هنا خرسانه زي كاميرا كده، وبعد كده احط بلوكات، ده اسمه ريب ده، وبعد كده بلوكات، وبعد كده احط ريب. الريب ده يعني بيبقى خرسانه وفيها حديد، البلوكات بيبقى بلوكات ايه، خرسانين، وبعد كده ريب بلوك ريب بلوك وهكذا، يبقى ده اسمها ريب وبلوكات. يبقى الهولو بلوك سلاب او البلاطه اللي هي الهولي دي الهورد دي بتتكون من بلاطه سمك بلاطه فوق، وبعد كده مجموعه ربات وشويه بلوكات وخلاص على كده. خلاص، ده الشكل بتاعها كروس سكشن، يعني الكروس سكشن بتاعك لما تبص كده هتشوف ايه؟ هنشوف اللي فوق ديت دي الدبس بتاعنا طبعا كله دوت اسمه تي اللي احنا بنجيبه من الجدول. لو الدبس بتاعنا زاد عن 20 يفضل الهولو لوك سلاب. خلاص؟ طيب، فهنا بيبقى ايه؟ في ريب، ده كده ريب، وبعد كده بلوك، الاكس ده يعني حته فراغ، فبحط مكانها بلوكات كده خرسانه، وبعد كده ريب خرسانه، وبعد كده بلوك ريب بلوك وهكذا، تقعد ترصهم كده مع بعض. هنشوف رسمه كده من الموقع هتتخيلوا الشكل دلوقتي اللي هي قدام كده. العامل بيجي يصبه ازاي بقى؟ دي الشده اللي على الشمال دي، بيحط الشده الخشبيه اللي هو الخشب ده، وبعد كده يبدا يحط بلوكات جنب بعض ويسيب مسافه، ويروح حاطط بلوكات تاني ويسيب مسافه، يحط بلوكات تالت ويسيب مسافه وهكذا. المسافه اللي بيسيبها دي هينزل جواها خرسانه، فالخرسانه دي هي الرب يعني، فبحط حديد بين البلوكات دي، يعني بين البلوكات دي بيبقى تحت كده في حديد وهكذا. وبعد كده يروح صب الخرسانه على البلوكات وعلى الحتت الفاضيه دي، وبعد كده يشد بقى ايه، بعد كام يوم يروح شايل الشده الخشبيه من تحت، يبان ايه من تحت كده السقف من تحت. بص شكله عامل ازاي، اللي هي المسافه اللي كانت فاضيه دي بقت خرسانه اهي، والبلوكات اللي انتوا شايفينها دي بقت بلوكات جنب بعضها وهكذا، وبعد كده يمحر وهكذا، يبقى كأنه سطح عادي وتمحره ما تحسش ان دي هولو بلوك سلاب. خلاص، بس الميزه اللي انت خففت وزن الايه، البلاطه من فوق. طيب، ده شكل تاني للتو واي سلاب. اللي فاتت دي كان اسمها وان واي. يعني ايه وان واي؟ الربات كلها او اللي فيها الخرساره دي كلها في اتجاه واحد. خلاص،
مش احنا قلنا اتفقنا من في حاله السوليد سلاب في حاجه اسمها وان واي سوليد سلاب، في حاجه اسمها تو واي سوليد سلاب، هي نفس الكلام في الهولو بلوك، في حاجه اسمها وان واي هولو بلوك وفي تو واي هولو بلوك. نفس اللي حصل هناك، البلاطه لو الطول الكبير على الطول الصغير اقل من ايه؟ من اتنين او اكتر من اتنين، نفس الفكره. خلاص؟ بس بيضيف عليها برضك انا البلاطه، حتى لو اتنين في اتنين، لو البلاطه دي اربعه في اربعه، فاربعه في اربعه دي تو واي ولا وان واي؟ تو واي ولا وان واي؟ الطول الكبير على الطول الصغير اتنين او اربعه على اربعه فيها كام؟ فيها الواحد، يبقى وان واي ولا تو واي يا شباب؟ One way. وان واي يا مسطول. بقول لك الطول الكبير على الطول الصغير بيساوي Two way. ده Two اربعه way. ودي اربعه، يبقى اربعه على اربعه فيها الواحد، اربعه على اربعه فيها الواحد، اقل من اتنين يبقى تو واي على طول. خلاص؟ في حاله دي، في حاله السوليد سلاب. انما في حاله الهولو بلوك، حاله الهولو بلوك انا ممكن اخليها وان واي. تقول لي ازاي اخليها وان واي؟ احط الربات في اتجاه واحد، لان اللي بيشيل الحمل هو الربات. خلاص؟ الرب اللي هو الخرسانه اللي في النص دي يعني في الهولو بلوك حضرتك اللي بتتحكم في الحمل يمشي وان واي ولا تو واي. من الطبيعي طبعا الطول الكبير على الصغير اقل من اثنين واكتر من اثنين، ده القاعده العامه. انما انت لو انا ليا مزاج البلاطه دي هي تشتغل وان تو واي، وانا ليا مزاج اللي انا اعملها وان واي، اقدر اعملها في الهولو بلوك. احط بس الربات اللي هي الحاجات الفاضيه اللي انتم شايفينها، الربات اللي هي الخرسانه دي اللي مرصوصه بين البلوكات في الاتجاه اللي انا عاوز يمشي عليه. يعني انها في السوليد سلاب لا ما اقدرش، هي السوليد سلاب حسب القاعده اللي احنا قلنا عليها. التو واي بقى سلاب ايه اللي يحصل؟ بتسيب انت بقى بترص بلوكات وتسيب فراغ في الاتجاهين، يعني مين يعني هنا وهنا. بص هتلاقي من هناك كان البلوكات لازقه ببعضها كلها، وفي ما بينهم مسافه اللي بتصب فيها خرسانه. خلاص؟ كان العرض ده، البلوكات دي ستاندر على فكره يا شباب، يعني ليها العرض ده 20 الصغير ده اللي بتاع البلوك 20 20 جنب بعض 20 سم يعني، والطول بتاعه من ناحيه في الاتجاه ده 40 سم، يبقى اي بلوك 40 في 20، 40 كده في 20. خلاص؟ والارتفاع ده اللي بيتغير. هنا بقى في حاله التو واي دايما لازم يبقى العرض والطول بتاع البلوكات 40 في 40، عشان كده بحط بلوكين جنب بعض، بحط بلوكين جنب بعض واسيب مسافه، واحط بلوكين جنب بعض واسيب مسافه، وهكذا في كل الاتجاهات. طيب التصميم بقى، هنمسك اول حاجه قبل ما نخش في خطوات التصميم. احنا متعودين في الاخر بنلخص الخطوات بتاعتنا 1 2 3 4. خلاص؟ هنبدا دلوقتي هنتكلم على هنتكلم على ايه؟ الخواص بتاع كل حاجه. اول حاجه هنتكلم عليها البلوكات. البلوكات دي بتبقى في عندي بلوكات اسمنتيه، اللي هي اسمنتيه بتبقى مفرغه من جوه كده من اسمنت عشان خفيفه الوزن. ليها بعد اسمه ايه؟ العرض بتاعها اسمه ايه؟ والطول بتاعها اسمه اي، والارتفاع اسمه اتش. الاتش ده الارتفاع ده اللي بيتغير. خلاص؟ في منه بقى 150 مللي يعني 15 سم او 20 سم او 250 سم. خلاص؟ طبعا في نوع تاني اسمه اللي بيبقى موجود من الفوم ده، بس ده ما بنستخدموش، ده اللي احنا بنستخدمه اللي هو طوب الاسمنت. يبقى انت الاتش بتاعتك لازم تبقى عارف اللي موجوده في السوق، لا اما 15 سم لا اما 20 سم لا اما 25 سم. خلاص؟ طيب هنيجي بعد كده اشهر انواع البلوكات اللي موجوده عندنا دايما 40 في 20، والارتفاع اللي بيتغير بقى. يعني دايما البلوكات اللي موجوده في السوق بكثره ابعادها 40 سم اللي هي فيها الفتحتين دول، و20 سم، والارتفاعها ده لا اما زي ما قلنا من شويه 15 لا اما 20 لا اما 25 سم، والارتفاع بيتغير. طب بيفرق معايا ايه في الارتفاع؟ الارتفاع ده لان كل ما بتصمم بلاطه يعني كل منشأ ليه ايه؟ تحسب له الدي بتاعته، الدي بتاع سمكها قد ايه؟ فبتستخدم البلوك 15 ولا 20 ولا 25، ده في الديزاين يعني. طب انا اللي يهمني وزن بقى ايه؟ وزن البلوك ده اجيبه منين؟ وزن. قال لك وزن البلوك الواحد ده يعني يفرق معايا بيساوي ايه؟ في حاجه امبيريكال كده. قال لك لو كانوا 150، لو ارتفاعه 150 يبقى وزنه 100 نيوتن، لو 200 يبقى 150 نيوتن، لو 250 يبقى 200 نيوتن. خلاص؟ او اسهل من كده، وزن البلوك ده بيساوي اتش ناقص 5. يعني لو الاتش يعني ايه؟ لو انت خدت 15 دي ناقص منها 5 سم لان دي بالملي، يعني 100 يعني اقول اتش دي 15 سم اتش ناقص 5 مللي يعني 10 سم. خدوا بالكم ايه؟ لان دي وحدات دي سنتي ودي مللي متر. ال 20 ناقص 5 يبقى 15، يعني تنقص منها 5 سم.
طيب البلوك بيتكون من ايه زي ما احنا قلنا المكونات بتاعتنا بتاع البلاطه. اول حاجه قلنا البلاطه يبقى عباره عن ريب بعد كده بنسيب فراغ بنحط جواه بلوك بعد كده ريب وبعدين بلوك ريب بلوك وهكذا. طب سمك البلاطه بقى تي سلاب التي توتال دي السمك من اول هنا اللي هو تي اس دي السمك البلاطه اللي فوق الربات دي كلها تبقى خرسانه خلاص اللي انت تمشي عليها حضرتك من فوق سمكها ايه تي اسمه تي سلاب بيساوي ايه بقى؟ دايما من 5 ل 7 سم انت بتفرضه تقول اسيوم ان التي اللي فوق دي من 5 ل 7 سم ليها قانون بس ما يفرقش معانا احنا بناخدها من 5 يعني الحته اللي فوق دي 5 سم عاده بناخدها 5 سم والاتش دي ارتفاع البلوك اللي هو كام؟ اللي احنا قلنا ستاندرد يا اما 15 سم يا اما 20 سم يا اما 25 سم يبقى التي كلها بكام بقى؟ يبقى انت حضرتك هتفرض التي سلاب وهتفرض البلوك اللي هتستخدمه خلاص يبقى تجمع التي سلاب زائد البلوك اللي هتستعمله يديك التي توتال التي بتاع البلاطه كلها قد ايه؟ خلاص؟ طب وظيفه الربات ايه بقى؟ يعني الرب دي وظيفتها ايه؟ بتنقل الحمل حضرتك واقف فوق البلاطه من فوق تيجي على البلاطه من هنا يروح منقول على الرب ده وينقل على الرب ده البلوكات دي ما بتشيلش حاجه ما بتشيلش حاجه خالص دي بس عشان تخفف الوزن خلاص. الحاجه الثانيه ان البلاطه اللي فوق دي البلاطه اللي فوق اللي هي فوق الربات دي ما بتصممش هي دي على طول بناخدها 5 فاي 10 في المتر في المتر داش فرش و5 فاي 10 في المتر دي فرش وغطا يعني مشي كده خلاص دي 5 مش 4 اللي هو الفرش وغطا تسليح رئيسي 5 فاي 10 والثانوي برضك باخده 5 فاي 10 اللي هو الحديد الايه الاحمر ده والنقط ده العمودي عليه خلاص انا اللي بصممه بس الربات. طب ايه الاعصاب اللي هي الرب بقى؟ يبقى التسليح بتاعها بيبقى دايما لازم لا اما كانتين لا اما يعني بيبقى هو شكله كده بيبقى عامل زي الكاميرا بالظبط يبقى كان مقفوله كان مفتوحه ولا ايه عشان هنقول لكم كمان شويه يعني ممكن في حاجات بيتحط كان مقفوله كان مفتوحه بالشكل ده وبيتحط هنا سيخين نقول 2 فاي كذا فاي كذا ده اللي احنا هنختاره في الديزاين في كل رب اقول في كل رب يعني كل رب محتاج 2 او 4 فاي كذا في كل لا اما بستخدم 2 لا اما 4 حسب الابعاد بتاعتي ما بيزودش عن كده وطبعا الحديد اللي فوق بيبقى ايه والكنات دي بتبقى 5 فاي 8 في المتر. طيب البلوكات من ازاي بنحطها؟ بنحط شده يعني بنصبها ازاي؟ بنحط شده خشبيه الخشب اللي احنا قلنا عليه ونرص عليه البلوكات وكل حاجه ونصب الخرسانه بتاعتها وده شكل ايه بيوضح لك لو البلاطه لو ما فيش لو هي فاضيه من هنا ما حطيتش بلوكات وهنا لو حطيت بلوكات خلاص. طب ايه المشكله بقى في الخرسانه اللي ما فيش بلوكات؟ انت هتمحرها ازاي؟ فيها صعوبه مش منتظمه هتمحرها ازاي؟ هيبقى شكلها وحش جدا في عندك في الريسبشن ولا بتاع ده تبقى عامل زي ايه الهناجر كده والشكل مش ايه حلو. فهي ميزه البلوكات خفيفه الوزن وفي نفس الوقت بتخليها السطح افقي مستوي تقدر تمحره تبدا تشتغل عليه عادي. طيب انواع الهولو بلوك سلاب انواعهم ايه بقى؟ زي ما قلنا في السوليد سلاب بالظبط الانواع عندي انواع هي بلاطه لا اما بلاطه 1 واي لا اما بلاطه 2 واي خلاص كده بلاطه 1 واي او 2 واي دايما في البلاطات الهولو بلوك اتجاه اللود هو نفس اتجاه الرب يعني الرب اللي هو ايه اللي هو حته الخرسانه ماليش دعوه بالبلوكات يعني على المساله اللي قدامي دي انا بحط بلوكات ايه وسايب رب المسافه بينهم ده الرب بسميه رب اللي بيصب فيه خرسانه وبعد كده بلوكات رب بلوكات رب يبقى كل الربات ماشيه في الاتجاه ده يبقى البلاطه دي شغاله 1 واي في الاتجاه ده اللي ماشي معاها الرب. طب لو كان بقى الرب في اتجاهين يعني حطيت رب هنا سايب لو احنا قلنا 2 واي بسيب بلوكات واحط بلوكات يعني هتلاقي يمين وشمال في فالحمل هنا اسمه 2 واي يبقى اللي بيتحكم في 1 واي ولا 2 واي انت حاطط ربات اللي هي الاماكن اللي مظبوطه فيها ديت بين البلوكات في انهي اتجاه. طب الحاجه الثالثه النوع الثالث احنا قلنا دايما في السوليد سلاب عندي 1 واي 2 واي وكانتليفر نفس الكلام بالظبط في الهولو بلوك سلاب عندي 1 واي في اتجاه الرب ده و2 واي في اتجاه لو في ربين والكانتليفر الكانتليفر ده اللي احنا قلنا عليه بيبقى متشال من حته وسايب الطرف الثاني ما فيش اي حاجه شايلها فغصب عني لازم الحمل يمشي في الاتجاه ده فلازم احط الرب ماشي بالشكل ده يعني يمشي عشان ينقل هنا خلاص. ده بقى دي رسمه بتوضح لك الوان واي سلاب يعني رسمه كده بتوضح لك ايه ان هو بيحط الشده الخشبيه بالشكل ده ودي الكاميرا اللي على الاطراف الكاميرا اللي هي المارجن بيم او الكاميرا الخارجيه خلاص ودي البلاطه بتاعتي
وبحط البلوكات كده برصها جنب بعض واسيب مسافه اصب فيها خرسانه واحط فيها حديد ومسافه وبلوكات مسافه وهكذا، تلاقي نفسك بتعمل الريبات ماشي في الاتجاه ده. ده اللي احنا قلناه من شويه الرسمه دي، وبعدين ده شكلها من تحت بيوضح الشكل. لو بصينا في البلان، لو بصينا في البلان من فوق كده هبص الاقي ايه، دي البلاطه 4 كمرات. واحد يقول لي ايه ده 4 كمرات ازاي تبقى تو واي؟ ما انا عشان حاطط الريبات في الاتجاه ده يبقى لازم اسف تبقى وان واي خلاص. فبالتالي انا حاطط هنا ايه، ريب ريب ريب، الحته ده كله ريبات، فالحمل كله ماشي كده في الاتجاه ده. انما انا لما باجي ارسمها في التصميم برسمها كده، بعمل ايه، بلوك واحد يعني، بعمل اول صف ده والباقي اعمله مستطيل، ما مش شرط اعمل كله. احنا معروف اللي هو ايه، ده انديكيشن بس يعني. ده تو واي، شايفين بحط بلوك خلاص بلوك، وبعد ما اسيب مسافه بلوك واسيب مسافه من كل ناحيه، من الناحيه دي ومن الناحيه دي، يبقى ده معناه لما اجي اصب خرسانه هتتملي هنا وهتتملي هنا، فبالتالي يبقى تو واي سلاب، هيتولد تو واي سلاب. وده الشكل اللي احنا قلناه من شويه، وده الشكل من تحت. وده لما نيجي ارسمها ارسمها ازاي، يبقى هنا ايه بلوكين اللي هم 40 في 40 40 في 40، واسيب مسافه وهكذا في كل ناحيه يمين وشمال، يعني يمين وتحت ويمين وتحت وهكذا. اما اجي امثلها بعمل ايه، 4 بلوكات هنا واعمل 4 بلوكات، والباقي اعمله بالشكل ده انديكيشن يعني خلاص. والحديد اللي جوه ده الحديد اللي بيتحط جوه الرب، الحديد اللي بيتحط هنا، الحديد اللي بيتحط جوه الرب. وده اللي هو الكانتيليفر، بصوا المبنى ده شايفينه، حته كانتيليفر طالعه من المبنى اهو، بصوا الاسود ده كده او البني ده، دي ده الربات ودي البلوكات، رب بلوك رب بلوك، ماشي في الحمل ماشي كده. اما اجي ارسمها بعمل انديكيشن كده واعمل مستطيل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طيب هنقعد بقى نتعرف كل الحاجات اللي انا بقولها ديت عشان نتعرف اكتر ايه هي الهولو بلوك سلاب، ونبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده هنرتب الموضوع في صوره مساله يعني. خلاص، اول حاجه عندنا ده قطاع، يعني اكني قطعت كده في الخرسانه، اكني قطعت كده في القطاع بتاعي، خدت سيكشن يعني. فبص الاقي ايه بقى، دي الكاميرا الخارجيه، الكاميرا اللي بره اللي محطوطه على اللي بتشال على الاعمده على طول. وبعد كده بعمل ايه، اما باجي ارص ما بحطش اول بلوك ده جنب الكاميرا على طول، بسيب مسافه الاول خلاص، بسيب مسافه دي. المسافه دي اسمها سوليد سوليد بارت، اسمها سوليد بارت، يعني المسافه دي اسمها سوليد بارت. وبعد كده احط ايه البلوك، بعد كده اسيب بقى الريب واحط بلوك، وبعد كده اسيب الريب احط بلوك واسيب الريب وهكذا خلاص كده. فديت الكونسبت بتاعتي وانا بحط الايه بتاع. فلما اجي اقطع هبص الاقي الشكل بتاعي ده اسمه سكشن اللي قدامي خلاص. يبقى اللي انا عاوز اعرف تعرفه هنا ان في حاجه اسمها بروجكت بيم، الكاميرا الساقطه، الكاميرا بتبقى ساقطه من الدور، وبعد كده بتسيب حته شويه ما بتلزقش فيها البلوك على طول وانت بتصب، بتسيب مسافه اسمها سوليد بارت خلاص. السوليد بارت دي بنحسبها تبقى دايما ما تقلش عن 30 سم من السنتر لاين هنا لغايه هنا 30 سم، يعني دي 15 سم ودي 15 سم مثلا خلاص. ودي الربات اللي متشرة، دي الربات ودي البلوكات، واللي فوق دي اسمها سوليد سوليد سلاب، ودي بتبقى سمكها 5 سم وهكذا تمام كده. الابعاد بقى بتاعت الابعاد بتاع السكشن ده، لان دي مهمه. ابعاد، اول حاجه المسافه الاكس دي اللي هي من هنا لغايه هنا اسمها اكس، اللي هي السوليد بار. لحظه كده شباب، لحظه
ايه يا شباب؟ معايا يا شباب؟ حضرتك دكتور تمام. يبقى ديت تديك الدايمنشن بتاعتنا اللي قدامنا ديت الاكس دي اللي هي السوليد بارت دي ليها مقاس كام؟ 25 سم اهو، لا تقل عن ايه؟ 25 سم. يبقى خدها انا 30، يعني الحاجات دي افتراضات هفترضها وانا بصمم. الاي ديت الاي دي دي بتاعت البلوك، احنا قلنا البلوك 40 سم، 40 في 20 في اتش، اتش بتاعته مش بتتغير، لما 15 لما 20 لما 25. البي اللي هو عرض الريب اللي بيبقى فيه خرسانه وحديد، ده بيبقى 10 سم، وهنقول هنجيبه منين. وبعد كده الاي لو بلوك ده، ويعيد نفس الكلام. المسافه من سنتر لاين الريب لسنتر لاين الريب اسمها اس، سبيسنج، من هنا من سنتر لاين لسنتر لاين، او من الوش ده الوش ده، هي لما خدت من السنتر لهنا اسمها اس، او من الوش ده خلاص من هنا لهنا اسمها اس. الحاجات دي بكام بقى؟ الاي ديت الاي دي ما تزيدش عن 70 سم. احنا لا، احنا قلنا البلوك بتاعنا 40 سم، يبقى دايما دي الاي دي دايما عندنا 40 سم. خلاص البي عرض الريب ده بيبقى ايه؟ لا يقل عن 10 سم، لا يقل عن التي على 3. احنا بنفرضه على طول ايه؟ 10 سم، يعني ده 10 سم، يعني دي دايمنشن انت بتفرضها. هو بيقول لك خد الاكبر، بس انت لما بتجيب التي على 3 او 10 دايما بتلاقي ايه؟ ال 10 الاكبر، فبناخدها 10 سم. الاكس اللي هي المسافه بتاع السوليد بارت دي، احنا قلنا دي ما تقلش عن 25، احنا بناخدها 25 او 30 سم. يبقى الاس بكام؟ السبيسنج يعني من السنتر لاين هنا للريب السنتر لاين للريب بيساوي الاي، الاي زائد نص الريب ناقص نص الريب. طب الاي دي ب 40، يبقى اذا الاس السبيسنج بتساوي 40 زائد بي، 40 زائد بي، وده اللي انت تحفظه حضرتك. الاي دي اللي هنا ب 40 يعني. ها هي دي بقى اللي احنا قلنا القيم العمليه، القيم العمليه اللي احنا دايما بنستخدمها ودي موجوده في السوق، بتاخد الاي ب 40، تاخد البي ب 10 سم، يبقى الاس بتساوي اي زائد بي، والاتش باخدها يا اما ب 15 يا اما ب 20 يا اما ب 25 سم اللي هم هنا بالملي، والتي سلاب يا اما ناخدها 5 سم يا اما 6 سم يا اما اقصى حاجه 7 سم. يبقى زي الدبس ده كله التي كلها بتساوي التي سلاب اللي فوق زائد الاتش، يبقى التي سلاب زائد الاتش. دي الحاجات الستاندر اللي هنستخدمها. طيب هنبدا بقى ايه برضك شويه معلومات كده، هي الهولو بلوك اصعبهم شويه، بس مش اصعبهم حاجه، لا فيها معلومات كتيره لازم تبقى انت عارفها ولازم اتكلم فيها عشان ايه لما نيجي نحل عليها. ترتيب خطواتها عبيط جدا وسهل زيه زي سوليد سلاب كده. طب في حاله الوان واي سلاب بقى، الهولو بلوك وان واي سلاب، الكلام ده انا قلته من شويه، يكون الريب ماشي في الاتجاه دوت اللي هو الطول الصغير، لو انا عندي طول كبير وطول صغير يبقى الحمل يفضل يمشي في الطول الصغير، خلاص الطول الصغير. طيب يفضل لا يزيد طول الريب، يعني طول الريب ده من هنا لهنا يفضل ما يزيدش عن 7 متر عشان ما يبقاش عليه ديفليكشن كبير ويرخم وهكذا، يبقى فيه ترخيم. خلاص؟ طيب اذا لو كان الريب بقى اكتر من 7 سم، لو كان اكتر من 7 سم ممكن اعمل اكتر من 7، بس ساعتها هعمل حاجه اسمها ريب عمودي عليه، واحد بس ريب عمودي اسمه كروس ريب، يعني بيقلل ديفليكشن شويه بتاع الايه الريب ده. خلاص؟ ففي حاله الوان واي سلاب بقى، عشان انا بتكلم عن واي سلاب، قال لك الطول الصغير، الطول الصغير اللي هو ده، لو البلاطه طولها 8 في 7 او 8 في 6 او 8 في 4، الطول الصغير اللي هو قيمته قليله، يفضل في الوان يفضل في وان واي سلاب يكون من 4.5 او من 4 ل 7 متر، يعني الطول ده يفضل، يبقى انا ساعتها استخدم وان واي. طب لو اكتر من ايه؟ من الطول ده، افكر بقى ايه؟ يا اما احط كروس ريب، اشوف حل يعني ليه، يا اما استخدم تو واي سلاب. وممكن زيادتها ال 7 متر دي تبقى 8 متر اذا كان لايف لود قليل بس، وهكذا. طب في حاله التو واي سلاب، تو واي سلاب يعني اعمل امتى هولو بلوك تو واي؟ قال لك اعملها تو واي لو كان ال شورت بتاعتي، ال شورت بتاعتي اكتر من 7 متر او 8 متر، خلاص يبقى ساعتها يفضل استخدم الايه التو واي سلاب. طيب اهم حاجه الكود بيقول لي برضك في حاله التو واي لازم الطول الكبير على الطول الصغير لا يزيد عن 1.5، لا يزيد عن 1.5، وعمليا يقول لك ايه يكون لا يزيد عن 3 ارباع، يعني 4 على 3 1.33. طيب مثال على كده بسيط كده، هقول لك المساله دي هي وان واي ولا تو واي. Which type of hole block slab can we use in each case؟ لو انا عندي البلاطه دي 6 في 5، يبقى اذا انا اقول الطول الصغير 5، طب من 4 يبقى هو في الحدود من 4 لايه؟ من 4.5 ل 7، يبقى ده وان واي سلاب، يبقى ده وان واي سلاب على طول. طيب
طب لو انا عندي بلاطه ثانيه 10 في 9 يبقى الطول الصغير كام؟ 9. طب 9 دي اكتر من 7 متر، يبقى ايه؟ استخدم تو واي سلاب، بس لازم الطول الكبير على الطول الصغير يكون في حدود ايه؟ ال 4 على 3. طب لو هو اكتر من 4 على 3 ما اقدرش استخدم هول بلوك اساسا، استخدم من نوع تاني اللي هو اللي جاي بقى اسمه فلات سلاب وهكذا. طيب التاني بعيد نفس الكلام تاني. الوان واي سلاب هي البلاطه اللي بتمشي في الربات ماشيه في اتجاه واحد، تبقى من اللي شورت بتاعتنا اللي ماشي في الربات بيبقى من 4 ل 7 متر. خلاص؟ لو اكتر من 7 متر، لو ال شورت دي 8 متر او اللايف لود زاد شويه، بحط حاجه اسمها كروس ريب. هي وان واي عادي يعني، هي كل الربات ماشيه كده، بس اجي بس في النص احط واحد بس كده ايه من عندي من غير حسابات خالص، بيبقى التسليح بتاعه نفس التسليح بتاع الربات ده اسمه كروس. فايدته ايه الكروس ريب دوت؟ بيقلل الديفليكشن على الريبس اللي هي موجوده عندنا. خلاص؟ اهو بيبقى شكله حتى في البلان كده، اهو لو انت بصيت في البلان كل الربات ماشيه كده، وتلاقي لي واحد بس جاي لك في النص كده. خلاص؟ اللي هو يبقى شكله وانت بترسم بالشكل ده. خلاص؟ لو احنا خدنا سيكشن كده يا شباب، لو خدنا سيكشن ثلاثه ده، وسيكشن واحد فين؟ او سيكشن واحد ده، او ثلاثه حتى. وبصيت، انت وانت باص كده هتشوف ايه؟ هتشوف الكاميرا اللي بره دي والكاميرا اللي بره دي اللي هم دول، هي بروجكتد بيم. وفي سوليد بارت، يعني في جزء قبل ما ترص البلوكات دي مش لازقه في الكاميرا، في مسافه بينها ايه؟ اللي هي السوليد بارت دي. وبعد كده تلاقي البلوكات لازقه في بعضها، لازقه في بعضها، لازقه في بعضها، عشان كده تلاقي عامل السكشن ده بالشكل ده. خلاص؟ طب لو بصينا هنا بقى سكشن واحد اتنين، لو قطعنا كده وبصينا الناحيه دي اللي هو زي سكشن اتنين اتنين كده، هتلاقي ايه؟ هتلاقي الكاميرا، وهتلاقي في مسافه دي اسمها السوليد بارت، وبعد كده البلوكات مرصوصه بقى في الاتجاه الايه؟ ال 40، اللي هنا اتجاه 20 الصغير، 20 20 20، لان البلوك كده 20 20 20، انما ده كله 40، الحته ده كلها 40. يبقى كده في الحاله الثانيه دي يبقى كاميرا سوليد بارت 40 ريب 40 ريب 40 ريب وهكذا. خطوات الحل يا شباب زي ما اتعودنا، رقم واحد دي ترتيب الخطوات بتاعتنا. بس انت خدت خدت يعني شويه نوتس وانفورميشن على الهولو بلوك سلاب ديت، وعشان انت ما تلاقي في النص هنا تبدا ما تقولش جت منين يعني. طب خطوات الستيبس اوف ديزاين، اول حاجه زي ما اتعودنا في سوليد سلاب رقم واحد اللي هو تشوز تي، يعني طب او سيلكت تي، يعني هنختار التي بتاعتي السمك كله كام؟ السمك ده كله كام؟ من اول فوق لغايه تحت اللي هو بيساوي تي سلاب زائد اتش. طيب الخطوه 2 جيت لودز اوف اوف ذا سلاب بير ايه 1 ريب، يعني هنجيب بقى ايه الحمل بتاع كل ريب من السنتر للسنتر. الخطوه الثالثه ما هيكون ده اللي احنا بنعمله، كنا بنعمله في السوليد سلاب، بنجيب تي سلاب وبعد كده نجيب اللوز وبعد كده اخد شريحه وبعد كده اصمم وبعد كده ارسم، هي نفس الخطوات. يبقى تي جيت لود اون سلاب، الخطوه الثالثه تيك ستريب اد ذا لود ديستريبيو دايركشن اند جيز بيندنج مومنتس. يبقى كل ده بيتعامل مع الريب، لان انت لما تعمل تصمم الريب الواحد اكنك صممت الكل، انما في السوليد سلاب كنت باخد شريحه 1 متر. خلاص؟ لازم تفرقوا بين الاثنين. خطوه 4 ديزاين ذا ريب يوز بيندنج، واجيب التسليح 2 فاي كذا في الريب او 4 فاي كذا في الريب. احنا قلنا الريبات دايما 2 لازم يبقى رقم زوجي، يا اما 2 يا اما 4، يا اما 2 يا اما 4. خلاص؟ ويفضل 2. طب افرض انا كاميرا عليها احمال كبيره، هلعب في مين؟ العب في القطر بتاعها، القطر بتاعها هو اللي يزيد، انما العدد يبقى 2 وهو القطر اللي يزيد. الخطوه اللي بعد كده درو ذا رينفورسمنت اوف ذا سلاب اوف ذا سلاب ان ذا بلان اند ايه كروس سيكشنز، اللي هي كروس سيكشنز اللي احنا ايه بنرسمها دي. اخر حاجه جيت ذا دايمنشن اوف ذا سوليد بارت ارينجمنت، ودي يعني ايه هتعرفها بس ان جنرال، بس يعني اهم حاجه الخمس خطوات الاولانيين دول لو عملتهم يبقى انت حليت المساله مظبوط. دكتور عندي سؤال بس. اتفضل. هي الحته اللي بتبقى بين الكاميرا والبلاطه اللي بتحط فيها خرسانه دي بتتسلح برضو ولا لا؟ اه بيبقى، ما هو ده اللي هو اللي انا بقول عليها من اللي هو بين الكاميرا؟ لا اللي هي بتبقى بين الكاميرا في الاول، اللي هي الحته اللي في، لا هي مش باينه في الصوره، اللي هي سوليد بار دي. اه بين الكاميرا وبين البلاطه دي، صح كده؟ دي اه دي بنحط لها كانه كده هنا، وكان هتشوفها دلوقتي كان وكان بيبقى وليها تسليح اللي هو ايه؟ يبقى معروف يعني. خلاص؟ وانت يعني ما تقلقش انا هاخدها بالتفصيل يعني. خلاص؟
وبعد كده نبدا الخطوه. طب هنبدا اول خطوه بقى التي بقى نجيبها ازاي؟ اول خطوه اختيار التي هجيبها ازاي؟ قال لك التي بالعقل والمنطق كده احنا قلناها من شويه ان التي سلاب بنفرضها من 5 او 7 سم او بتساوي الاي على 10 فبناخدها 5 سم. التي يبقى تي تي ديت 5 سم او 6 سم او 7 سم. والاتش بناخدها كام؟ قلنا حسب البلوك. انت اللي بتقول اسيوم، انت اللي بتقول، انت بتقول عشان كده بيقول لك تشوز كذا. خلاص الاتش باخدها بتاع ده 150 ملم او 200 او 250 ملم. فانت بتختار ايه انهي واحده فيهم انسب ليك، او انت بتاسيوم في الاول وبتشتغل شغلك على كده. هنقول 15 ودي 10 يبقى التي كلها انت خليتها في خطوه واحده، ما دخلناش جداول بقى وجبنا زي السوليد سلاب كده، بقت بتجمع الاتنين مع بعض. خلاص الطريقه الثانيه يعني دي طريقه اولانيه. الطريقه الثانيه اللي احنا بنستخدمها اللي هي الجدول عشان ما نعملش تشيك ديفليكشن. هو قال لك يبقى زي ما قلنا الثانيه يعني عشان نحدد تي ال ال على 20 او ال على 25 على ال حسب الكاميرا ديت سمبل بيم ولا مستمره من ناحيه ولا مستمره من ناحيتين بس. فهو عشان كده السمبل بيم بالشكل ده كده. خلاص يا شباب كده فكده يبقى عرفنا سمك البلاطه ماشي ازاي. يعني الخطوه اللي بعد كده هنبدا نعمل ايه؟ هنحسب الاحمال. هنحسب الاحمال اللي موجوده على البلاطه دي. نحسب الاحمال ازاي بقى؟ ده بيمثل لك بس احنا في الاخر هنعمل قانون بس لازم تبقى فاهم. لو دي شريحه مش الربات ماشيه كده في الاتجاه ده يبقى الشريحه بتاعتك اللي هي اس بقى. هناك كنا بناخد 1 متر شريحه في السوليد سلاب، لا في الهولو بلوك بياخد شريحه عرضها اس اللي هي ايه؟ لان بصمم الرب. خلاص لان البلاطه هي عباره عن الرب هو اللي شايل، فباخد من سنتر لاين لسنتر لاين. خلاص دي اسمها اس، اسمها ايه؟ اس. فهنا اكني خدت الشريحه بتاعتي مش 1 متر زي السوليد سلاب، لا اكنها ايه؟ اس. عليها حمل من فوق اللي هو الحمل اللي جاي على الرب، لان انا واخد متر في مثلا كده في المتر ده. اللي انا هعمله بقى في الاخر هوصل للقانون ده اللي هو الدبليو اللي الحمل اللي جاي على الرب ده عباره عن وزن البلاطه اللي فوق. وزن البلاطه اللي فوق دي ما عندي ثلاث اوزان، وزن البلاطه اللي فوق، وزن الرب نفسه، وزن البلوكات اللي هي هنا دي. يبقى ثلاث حاجات. عشان كده هنبص كده نلاقي السلاب اللي فوق خالص اسمها سوليد سلاب، والرب الريبس، وبعد كده البلوكس. خلاص طب امسك كل واحده منها ليها قانون ونجمع نحول، وبعد كده نحول نوصلهم لقانون في الاخر واحد. السلاب دي عباره عن جاما كونكريت سمكها اللي هو 5 سم في جاما كونكريت في التي زي الفلورين كفر اللي هو اللي فوق، كل ده مضروب في 1.4 زائد اللايف لود في 1.6. خلاص مضروب في الاريا بتاعتنا. طيب الرب بقى، الرب هو عباره عن ايه؟ هو ليه الرب؟ هنشوفه كده. هو ليه عرض اسمه بي 10 سم وارتفاع ليا ديت اللي اسمها اتش. يبقى اقول بي في اتش في جاما كونكريت، بي في اتش في جاما كونكريت، واضربه في 1.10. 1.10 ده عشان التيميت عشان ازوده فاكتور اوف سيفتي. يعني البلوكات بقى قلنا وزن البلوك في 1.14 ثابته، فعدد البلوكات في المتر. طب وزن البلوك اجيبه منين؟ خدناها قبل كده فاكرين قلناها من شويه، وزن البلوك بيساوي، انا برجع لكم بس بتاع، بيساوي ايه وزن البلوك؟ ارتفاعه ناقص 5، ارتفاعه ناقص 5. خلاص كده نرجع بقى للخطوات بتاعتنا، يبقى ارتفاعه ناقص 5. فعدد البلوكات في المتر هنعرفها كمان شويه. فاذا وصلنا للقانون ده في الاخر. يبقى اذا انت الخطوه الاولى هتحسب التي هتفرضها زي ما اتعودنا، الخطوه 2 هتحسب الدبليو او الحمل اللي جاي عليها من القانون اللي في المربع ده اللي هو ايه؟ اقول له دبليو على الرب ده يساوي 1.4 جاما تي سلاب ب 5 سم في جاما كونكريت ب 25 فلورين كفر هكون مديهولك، 1.6 في اللايف لود هكون مديك اللايف لود في الاريا اللي هي تبقى اس. خلاص ارس في 1 يعني اكني ضربت في اس يعني. خلاص في السبيسنج. طيب زائد 1.4 في ده بقى وزن الايه؟ الرب. بي في بي 10 سم اللي هو عرض الرب. خلاص في ارتفاع الرب اللي هو انت اخترته ارتفاع البلوك يعني في جاما كونكريت زائد وزن البلوك نفسه 1.4 وهكذا. طب انا بقى اللعبه بتاعتي اجيب ايه؟ الاريا دي بكام؟ اهي قال لك اس في 1. طب طول الرب اجيبه منين؟ هو 1 متر. يعني ده هتشيله هنا تحط 1، الاريا هتشيلها وتحط اس.
عدد البلوكات بيساوي 1 متر على الايه؟ الايه ديت اللي احنا عارفينها ب 20، يعني المسافه بين اللي هي 20 لو انتوا تفتكروها كده، مسافه ايه اللي هي العرض البلوك 20 سم يعني. يبقى اتعود في القانون ده على طول. خلاص؟ شلت لك بقى الحاجات دي وحطيتها لك في القانون، بص بقى القانون ده النهائي اللي انت بتشتغل عليه حضرتك. يبقى اللي هيطلع من هنا ده هو عباره عن الحمل اللي موجود على الرب في المتر الطول، يعني كل متر بقى على الرب ده عليه الحمل اللي هيطلع ده. وده مثال يوضح لك ازاي تحسب الحاجات اللي فاتت دي، الاوزان يعني. قايل لك انا بلوك عندي 150 في 500 في كذا، واللايف لود والفلور كفر الاون ويتس، وقلت لك احسب الوزن بتاع الرب قد ايه. الحل ايه؟ انا مديك الابعاد، الاي البعد الصغير بتاع الطوبه، البعد الصغير يبقى 150، الاي اللي هي عباره عن البعد الكبير اللي هو كان 40 هناك هنا 60، والاتش اللي هو ده. خلاص هتبدا بقى تحسب الاس ده ناقص ده، تجيب التي سلاب انا اخدها 5 سم او 6 سم، وتعوض في القانون على طول من نفس الحاجه اللي انت جبتها، يطلع لك الرقم 8 وشويه. طب دي كانت الخطوه اللي فاتت، دي كانت الخطوه الثانيه. الخطوه الاولى كنا حسبنا التي، الخطوه 2 كنا حسبنا الوزن، الوزن عليه. الخطوه الثالثه ناخد شرايح بقى، ناخد شريحه زي ما عملنا في البلاطات. الشريحه دي سيمبل بيم، بتشال هنا وهنا اهو، سيمبل بيم عليها حمل اللي هو دبليو اللي انت جبته بالخطوه اللي فاتت، ويبقى المومنت كام؟ دبليو ال سكوير على 8. يبقى ده اسمه ام التيميت، ام التيميت اخده اعمل بيه الام التيميت. طب دي لو كانت سيمبل بيم، طب لو كاميرا مستمره من ناحيتين زي ما عملنا اللي فات بقى، خلاص بقى ناخد القوانين اللي انا هجيبها لك في الامتحان. لو كاميرا مستمره من كذا واحده هتعوض في القوانين دي، ما انت معاك دبليو خلاص انت جبتها بالخطوه 2 هتعوض في القوانين. ولو مستمره من كذا اهو، دي ديت القيم بتاعت الكود يعني. الخطوه الثالثه هي الديزاين، الخطوه الثالثه هي الديزاين. الديزاين اللي هو ايه؟ هقول المومنت اللي انا جبته من هنا بيطلع برقم، والتي اللي هو السمك اللي انا خلاص جبته عرفته خلاص بقى، السمك اللي هو تي ناقص تي سلاب اللي هو تي توت اللي هو تي اللي هو الدبس ده كله يعني اللي هو ده اللي هو تي زائد اتش، تي زائد اتش. خلاص. وبعد كده اقول ايه؟ الدي بتساوي تي ناقص 30 سم الكفر، هيطلع لي برقم. اعوض في القانون بتاع الدي بيساوي سي 1 في المومنت التيميت تحت الجذر في اف سي يو في البي العرض، البي هنا بقى اللي هي العرض بتاع الايه؟ كاميرا. العرض اللي هو ايه؟ الضغط فين هنا؟ الضغط فين؟ فوق. دايما العرض ده باخده ناحيه الضغط، يعني هنا الضغط دايما ده سيمبل بي من الضغط فوق، فباخد العرض اللي هو اس بقى اللي هو من السنتر لاين لسنتر لاين الريب، يبقى هو يعتبر بي. اجيب هنا السي 1 وابدا اجيب الجي وابدا اجيب حديد التسليح يطلع لي كذا، العدد ده ثابت 2، اشوف بس ايه بقى القطر كام اللي انا عاوزه، فاي 10 فاي 12 فاي 16 فاي 22 لغايه ما انت 22 لغايه 25 كمان، بس يفضل يعني ايه بقى 16 و12 وكده. تمام كده يا شباب؟ وشكله بعمل كده، ده الشكل بتاعه، بيبقى بحط ده الرب الواحد يعني، بحط له سيخين واقول له 2 فاي كذا في الرب، لازم اكتب كلمه رب دي، عدد الاسياخ في الرب 2 سيخ، ممكن وصول عدد الاسياخ لاربع اسياخ، لكن الصب بيكون سيء جدا. هنا لما باجي اصب لاني 10 سم عرض الكاميرا ده واجي اصب خرسانه، ممكن الحته دي يحصل فيها تعشيش فيبقى فيها مشكله عندنا، عشان كده يقول لك يفضل 2. طب اقل عدد، اقل قطر بقى 10 مللي، واكبر قطر 22 مللي اللي انت تستخدمهم يعني وانت بتصمم، يعني تاخد 10 12 16 لغايه 22. طب دي معلومات بتاخدها عندي. ممكن استخدام قطرين مختلفين للاسياخ في العصب الواحد بشرط ان يكون متتاليين، يعني ممكن انا احط سيخ هنا فاي 10 واللي جنبه فاي 12، بس ما اخدش فاي 16 اللي بعده في الترتيب، يعني اللي هم ايه دول ترتيب الاقطار الموجوده عندنا في مصر في السوق هنا 10 12 16 18 20 22. فممكن استخدم 1 فاي 12 زائد 1 فاي 16، او استخدم 1 فاي 16 زائد 1 فاي 18 في الرب. خلاص. دايما تكون الكانات مفتوحه زي الشكل دي، اسمها كانات مفتوحه، يعني ما تقفلش كده، مفتوحه جايه هنا وهنا، ماشي؟ ليه بقى؟ عشان تبقى سهله في الصب، عشان ما اجي اصب هنا ما تقفلليش الايه الدنيا عندي. طيب الكانات دي بتبقى دايما 5 فاي 8 مينيمم، من غير ما تحسبها، من غير حل، من غير شير ولا حاجه، ودي بقاوم الشير، الشير بيبقى على الرب ده قليل جدا. طيب لو الحمل بتاعي زي ما اتفقنا، لو الاحمال لايف لود بتاعي عاليه
الريبات دي بقى اجي انا من عندي هنا احط لها ايه كروس ريب، بيبقى واحد بس عشان اقلل الديفليكشن بتاع البلاطه دي. الكروس ريب ده بس الوحيد يبقى الكنبه بتاعته مقفوله بس، دي بتميزه. طب شروط وضع الكروس ريب، ليه امتى احط الكروس ريب؟ قال لك لو اللايف لود اقل من 300 او 3 كيلو نيوتن والال شورت والطول الصغير اقل من 5 ما بستخدمش ايه كروس ريب، يعني الريبات دي وخلاص. طب لو اللايف لود اقل من 3 ولكن ال الكبيره دي اكتر من 5 يعني 6 7 8 يفضل احط واحد كروس، بس لو ما حطيتش ما فيش مشاكل، بس احنا بنقول يفضل عشان تقلل الديفليكشن. طب لو اللايف لود اكتر من 3 ماشي، والال شورت من 4 ل 7 يعني دي شروط يعني انت لو نسيت كروس ريب مش مشكله، يعني انا بقول لك ده الصح عشان تبقى فاهم الكود بيقول ايه. خلاص بحط هنا ايه كروس ريب. طب لو اللايف لود اكتر من 3 والال شورت اكتر من 7 يعني ال شورت اكتر من 7 احط ايه كذا كروس ريب. طب ما بدل ما احط كذا كروس ريب اعملها تو واي احسن، عشان كده يقول لك من بعد السبعه بنستخدم التو واي سلاب. التسليح بتاعها زي ما احنا نشوف كده رقم 5 بقى، دي الخطوه الاخيره في التصميم رسم التسليح. المهم كان تحت هنا، فباجي هنا بحطه بس اقول له ايه، احط هنا في الاتجاه ده اقول له تحت 2 فاي كذا في الريب خلاص، واقول له البلاطه اللي فوق، البلاطه اللي فوق بقى الريبات بتبقى دي بلاطه سوليد سلام، بقول له هنا مش 5 فاي كذا في الميل. ده شكل التسليح بتاعها مش صعب يعني. وهنا احط السمك كام اللي انا اخترته، وطبعا بتحط الريبات كده الريب وبعدين بلوكات بالشكل ده اللي قدامك. تيجي تاخد قطاع بقى قطاع واحد، لما تاخد قطاع كده وتبص هتشوف ايه بقى، البلوك ده وجنبه ريب، بلوك جنبه ريب اللي هو ده ريب بلوك ريب بلوك ريب بلوك، وده التسليح بيبقى سيخين فاي كذا في الريب، ودي 10 سم دي 40 10، والبلاطه اللي فوق ديت التسليح بتاعها اللي احنا قلنا 5 فاي 10 في المتر داش وهكذا، ودي الابعاد الدايمنشن بتاعتنا والكنه هنا مفتوحه وهكذا. طب لو خدنا سيكشن 2 اللي هو هنا اللي جنب الكاميرا دي هيلاقي في كاميرا ساقطه وبعد كده سوليد بارت وبعد كده بلوكات اهي، اهو كاميرا سوليد بارت التسليح بتاعها اهو كان اهو من غير حساب اهو 2 التسليح بتاعها بتاع كان 5 فاي 8 في المتر داش، وهنا وسوليد بارت وبعدين بلوكات ريب بلوك ريب وهكذا. طيب ده السيكشن اللي بعد كده سيكشن 3 3، لو بصينا 3 3 اللي هو ايه في الكروس ريب هنا اهو في النص، يبقى بص هنا شايف البلوكات دي جنب بعض والبلوكات دي جنب بعض وفي ريب في النص اه. يبقى دي سيكشنز عمال تاخدها بيبقى اشكالها ثابته وهي اللي بتغير القيم، يعني القيم نفسها اللي عندنا. طب لو في استمراريه يعني اتنين جنب بعض يبقى في نيجاتيف مومنت في الحته دي، فبالتالي هيبقى ايه البلاطه يمين هي حاطط لها حديد كده في الريب 2 فاي كذا في الريب، وهنا 2 فاي كذا في الريب، وهنا 2 فاي كذا في الريب، ونحط المش عادي بالشكل ده، ودي بتخش تولت وهنا تخش تولت الاسبان اللي ايه مجاور بتاعها، ودي السكشن بتاعتها زي اللي فات بالظبط. لو يعني لو اكتر من كده لو هنا بقى بيقول لك لو في بلاطه هولو بلوك مع سوليد سلاب، ممكن في المبنى اعمل جزء هولو بلوك وجزء فلات سلاب جزء سوليد سلاب خلاص، فالجزء بتاع الهولو بلوك يبقى التسليح بتاعه 2 فاي كذا في الريب، انما السوليد سلاب يبقى لوحده يعني حتى بياخدها الشرايح لوحدها ودي شرايح لوحدها، بس هنا السوليد سلاب تبقى ايه 5 فاي كذا في المتر. يعني بصوا هنا الفرق، هنا التسليح في الناحيه دي 5 فاي كذا في المتر، انما في الحته اللي فيها الهولو بلوك بيبقى 2 فاي كذا في الريب خلاص اهو. هنا دي الحته دي سوليد سلاب ودي هولو بلوك، فالتسليح بتاع السوليد سلاب ما يخشش جوه هنا، يقف على الحدود بتاعه، والتسليح بتاع ده يقف على الحدود ده، والنيجاتيف مومنت يتحط عليهم هما الاثنين من فوق خلاص وهكذا. تسليحها سهل جدا ما فيهوش حاجه على فكره، و يعني ما فيهوش صعوبه يعني. وده كان مثال للشكل يعني القيم. بيقول لك الاكزامبل ده على وان واي سلاب 9 في 6 و9 في 6، بيقول لك مديك كان اف سي يو 25، مديك مديك برضك الاف ييلد الفلورين كفر، مديك لايف لود ديزاين ذا سلاب سوليد سلاب يعني صممها اكنها سوليد سلاب، ورث بالتسليح خلاص. ديت نفس الكاميرا بس احنا هنا نعملها سوليد سلاب، لا 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 هنا ما يقصدش سوليد سلاب، هنا يقصد از هولي بلوك
دي غلطة هنا، دي هول بلوك. خطوات الحل هشوف بس البلاطة 1 واي ولا 2 واي. أول بلاطة اللي هي 6 في 9 دي، اللي شورت بتاعتها ب 6 خلاص، يبقى أكتر من 4 يبقى ديت استخدمها هول بلوك سلاب دي. واللي شورت يعني دايما ايه من 4 ونص لايه؟ ل 7 استخدمها هول بلوك بس 1 واي سلاب. أكتر من 5 يبقى اعمل كروس ريب. يعني دي المعلومات اللي احنا خدناها قبل كده. والابعاد بتاع البلوك اخدها 40 في 20. الخطوه الاولى بقى اجيب ايه؟ السمك بتاع السمك اللي احنا قلنا هنفرض بقى ايه؟ دي ب 5 وهناخد دي ب 15 زي ما نفرض او نستخدم الجدول. جبنا السمك تي طلع عندي مثلا 30 سم، يبقى الارتفاع 30 سم، يبقى انا انقص منه 5 سم اللي هو التي سلاب، يبقى اذا اتش البلوك اللي انا اختاره 250. ما احنا عندنا 15 سم و20 سم و25 سم. خطوه ثانيه اجيب الاحمال اعوض في القانون دبليو كذا، بس سيبك بقى من كل اللي فوق ده، العك اللي فوق اللي تحت، انت بتعوض في القانون ده. هيديك ايه يعني؟ 1/4 تي سلاب، تي سلاب كان 5 سم، دي ب 25، الفلور كفر مدولك انا ب 1.5، اللايف لود ب 3. الاس انا مديها لنا المساحه السبيسنج اللي هي بتساوي اي 40 زائد بي، طلع بكذا عوض. وهنا نفس الكلام عندك جاما كونكريت، والاتش والبي بقى معاك، وعدد البلوكات خلاص، يبقى انت هتعوض يديك الرقم ده 6.6 كيلو نيوتن على المتر. اخد شرايح بقى، اخد شريحه هنا مره ومره هنا. خلاص الشريحه الاولانيه سيمبل بيم، الشريحه الثانيه كونتينيو. خلاص فاجيب القيم بتاعتها واخد المومنتس الشريحه الاولانيه زي السوليد سلاب، اخد مومنت هنا ام التيميت مره، واخد مومنت هنا ام التيميت في النيجاتيف بوزيتيف، معايا شريحه واحد وشريحه اثنين. ابدا اعمل سيكشن للسيكشن الاولاني، واعمل ديزاين للسيكشن الاولاني، واعمل ديزاين للسيكشن الثاني والسيكشن الثالث. وبعد كده حضرتك هنا طلع لي 2 فاي كذا في الريب، 2 فاي كذا في، يبقى كل شغلك دايما 2 فاي كذا في الريب كذا، ده بقى اللي هو القطر هو ده اللي بيتغير. وبعد كده ترسم الايه؟ البلاطه ديت، بتحط الربات جنب بعض وتسيب ريب، ربات جنب بعض وتسيب ريب، ربات جنب بعض وتسيب ريب، وهكذا، وتعمل انديكيشن بقى. خلاص؟ دكتور لما عملنا، لما عملنا الديزاين السلايد اللي فاتت، هي اللي هي فاي 18 و 16 هي ثابته؟ لا، الاثنين اللي ثابته دي اللي ثابته، انت بقى تسيب المساحه دي تمام، خلاص تروح على فاي 18 تقسمها على 2 الاول، يعني هات الرقم 370 اقسمها على 2 تمام، خلاص يديك المساحه بتاعت السيخ الواحد. تروح للجدول بقى تشوف المساحه بتاعت السيخ الواحد دي انهي قطر يحققها لك، 12 ولا 16 ولا 18 ولا 22، على اساس ده بتختار. لازم لازم تطلع 2 يعني، لازم اتنين، ما احنا قلنا ما يزودش، لو زاد لان العرض الريب ده ب 10 سم، لو انت حطيت اكتر من اتنين هتيجي تصوم جدا. ها؟ اتنين او اربعه صح؟ اتنين او اربعه، بس اربعه بيبقى رخم يعني، ما يبقى صعب في الصب يعني، يفضل اتنين. خلاص؟ وبعد كده ده التسليح اللي احنا قلناه، هو الشكل التسليح بيخضك عشان هو مرسوم مره واحده، انما انت لما تيجي ترسمها حته حته هتلاقي نفسك في الاخر انت بترسم الرسمه دي. خلاص؟ وتحط حديدي هنا تقول له ده الريب 2 فاي كذا في الريب، والناحيه الثانيه هنا 2 فاي كذا في الريب، والنيجاتيف هنا 2 فاي كذا في الريب، خلاص. وهنا تحط المش بتاع البطل اللي فوق، المش البطل فوق، والرصه بتاعت ايه؟ بتاعت البلوكات دي. ودي هو هنا حاطط، هو هنا حاطط اللي هي اللي العقده اللي بيحطها عشان الديفليكشن في رسمه التسليح. اه حاطط هنا ايه؟ حاطط الكروس ريب هنا، هنا وهنا. اه. ماشي، عشان الاسبان هو قال اللايف لوك كان اكتر من ليه الشروط اللي قالها يعني. ودي السكشنز اللي احنا قلناها. يبقى كده في مشكله في الوان واي سلاب وان واي هول بلوك سلاب يا شباب؟ بس يا دكتور انا عايزه هو اعرف هو التسليح اللي طلعه دوت للربات، طب التسليح بقى بتاعت السلابه نفسها اللي هي هتبقى 5 سم ما بتتصممش، ما بتتصممش، هي بتبقى عليها احمال، لان الرب مسافه الرب والرب اللي جنبه 40 سم. لو انت خدت شريحه للبلاطه اللي فوق دي لوحدها هتلاقي الاسبان بتاعها 40 سم، قليل جدا. خلاص؟ فالمومنت عليها يكاد يكون قليل، ما مش محتاجاه، بس انا بحط 5 في 10 في المتر في كمش يمين وشمال، دي بس عشان الديفليكشن، مش عشان الديفليكشن، عشان الشرينكج اللي ما يعني ما حصلش شروخ في التنميل في البلاطه اللي فوق بس. يعني بتحطيها البلاطه اللي فوق دي من غير حساب،
بتكتبيها رسمه كده 5 فاي كذا كمش في الاتجاهين في المتر داش، تمام كده؟ يبقى كده خلصنا اللي هو الهولو بلوك سلاب 1 واي. هنيجي بعد كده هنعيد نفس الكلام ده بعد كده الايه للتو واي، وزي السوليد سلاب 2 واي ده هيبدا ايه ناخد شريحه في الاتجاه ده وشريحه في الاتجاه، بس نفس الكونسبت يعني. خلاص يا شباب؟ تمام ماشي. انتوا معاكم المحاضرات دي كلها مع بعض ولا انا ببعت لكم محاضره محاضره؟ محاضره محاضره حضرتك. خلاص هبعت لكم بعد ما اخلص المحاضره ديت، او ممكن ابعتها لكم كلها مع بعض، يبقى يبقى ايه طول السنه يعني، بحيث ايه ما تقعدوش انتوا ما ننساش مره حاجه نبعتها. خلاص المره الجايه ان شاء الله نبدا ناخد التو واي هولو بلوك سلاب، وديت انا وجهه نظري اغلسهم هو الهولو بلوك، انما هي سهله يعني، هي اغلسهم بس سهله اللي يفهمها يعني. بس ان شاء الله ماشي يا شباب. هو كمساله كمساله هتيجي هولو بلوك مع مع سوليد سلاب ممكن؟ لا انا بحدد لك، انا بحدد لك يعني يفضل. انا طبعا ممكن اديك بلان واقول لك انت اختار السيستم، ممكن تبقى بلاطه تنفع سوليد سلاب وبلاطه وهي نفس البلاطه تنفع هولو بلوك، انت بتختار اللي انت عاوزه، بس انا بريحك واقول لك لا اعملها لي هولو بلوك، اعملها لي فلات سلاب، اعملها سوليد سلاب، يعني الاثنين ما يجوش مع بعض. ممكن الاثنين يجوا مع بعض طبعا، ما انا لسه عاملينها من شويه، بتعمل الجزء ده لوحده جزء، وهدي هناخدها في مثال ما تقلقش يعني. انت بس اهم حاجه تعرف الكونسبت، وهنعمل مثال مع بعض كده في مره يشمل لك الاثنين مع بعض، ودي لوحدها ودي لوحدها كده يعني. حد عنده اسئله ثانيه يا شباب؟ ماشي يلا بالتوفيق ان شاء الله. ابعت لكم انا التسجيل برضك بتاع المحاضره ان شاء الله. يلا السلام عليكم. لحظه كده قبل ما تنزل، قبل ما تمشي صحيح اخد ايه سكرين شوت للغياب. لحظه كده خليكم معايا. كونكريت 2 دي المجموعه اللي حاضره النهارده. في حد اسمه مش موجود؟ انا بعتها على الواتساب. خلاص يا شباب يلا سلام عليكم.